استشهدت فاطمة، قتلت فاطمة سلام الله عليها. ليش؟ لأنها تصلي. وهاي النساء كنا يصلي لأنها تصوم. نساء كنا يصوم في شهر رمضان في عهد فاطمة سلام الله عليها، لأنها حجت، ذهبت للحج. نساء كنا يذهبن للحج، تعطي صدقة، نساء يعطينا صدقة. كل ما تعمل فاطمة سلام الله عليها غيرها من النساء أيضا كانت تعمل، ولكن القول بالحق وإن عز لا، كلمة حق عند إمام جائر لا، هاي خاصة بفاطمة سلام الله، وهي اللي جابت القتل لفاطمة، جابت الظلم لفاطمة، جابت التعذيب لفاطمة. هذا أساس الأخلاق. كلما ندرس نحن ونتعلم ونقرأ من الأخلاق أساسها هذا، هذا الذي يبنى عليه، هذا الذي يوجب البقاء.